بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم. واستبشر الوحش المثار أمامهم أن سوف يكثر شربه والمطعم. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الروع أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلن رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم، نزل العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين أبو فاضل، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر غضبانا أبو فاضل، ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم. صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم. حام الضعينة أين منه ربيعة، أم أين من عليا أبيه مكدم. قسما 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 بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، أو تشتكي العطش الفخ
فواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لو سد ذو القرنين دون وجوده دون وروده سدا نسفته قربته همته بما هو أعظم فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. شلون شاف العباس؟ يقول الفاه محجوب الجمال، جمال ملطخ بالدم والتراب، الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه. يعني أراد أن يقبل العباس، شلون يقبل العباس؟ قد رام يلثمه فلم ير موضعان لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى 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 وقد ملأ البوادي صيحتين صم الصخور لهولها تتألم أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. قال لي وعبراتي ودم راسه يسيله ما حد بقالك ما حد بقالك هالعلم بعدي يشيله يا ابو علي بلغ سلامي والتحية للعقيلة اطلب لي العذر منها اطلب لي العذر منها وقلها ما له زنود وقلها بجيب الماي لكن خرقوا الجود ولا تقول لا تقول خليت على التربان ممدود وبلغوا سلامي وين وين بلغوا سلامي من رجعته لأم البنين تقول يوفاي أنا مقعد تحت ظل بيت يوفاي ونار الغاضري أحرقت يوفاي اليواعد اليواعد وعد يا عباس يوفاي
آي وانا حملي وقع فوق الوطية. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في الزيارات ميزان حساس ودقيق جدا، وفيه التفاتات دقيقة فوق فهم الإنسان العادي، يحتاج لتأمل ويحتاج لتدبر، أشبه ما يكون بميزان الذهب. شلون ميزان الذهب حساس؟ كل لفظة كل التفاتة يحتاج أن الإنسان يقف عندها مليا حتى يكون قريبا من المزور، الشخص اللي يزوره خلال النص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. هنا أنت لا تزور العباس في هذه الفقرة، الصادق عليه السلام جعل هذه العبارة في مستهل زيارة العباس، يعني نص زيارة العباس، وإن كان هو اسمه زيارة لكن الحقيقة هو شهادة بمقام أكثر من كونه زيارة. أنت هنا تصنع شيء قد يكون أهم من الزيارة، القاعدة التي ينبني عليها نص الزيارة أن تعرف مقام من تزور. هنا تشهد بمقامات للعباس عليه السلام خاصة، تقول له سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين. زين، هذه مقامات خاصة للعباس عليه السلام إلى أن يقول وجميع الشهداء والصديقين فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. شنو الفرشة اللي يفرشها الإمام الصادق عليه السلام قبل الزيارة؟ هو أن نعرف أن الله عز وجل هو الذي يسلم على العباس. شوف شلون تدرج، الملائكة المقربون هم الذين يسلمون على العباس، الأنبياء المرسلون، العباد الصالحون، زين، وجميع الشهداء، جميع الشهداء والصديقون هم الذين يسلمون، يعني يوجهون التحية ويتقربون إلى الله عز وجل مقتدين بالله عز وجل. تدري هذا مثال، أي مثال؟ ليس له إلا مثال واحد حتى أقرب لك مثال، إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوف أول بدأ بنفسه، شوف شلون يدعوك إلى الصلاة القرآن، يقول لك الله والملائكة، شوف هني بزيارة العباس يقول الله والملائكة يسلمون على العباس، هني في الآية الله والملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي. زين،
بعدين يدعوك. لهذا شوف الزيارة فيها أشهد وأشهد وأشهد، هذه كلها مقامات. بعدين تجي تسلم على العباس عليه السلام، زين؟ يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعدين يقول لك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيعكس هذا مقام خاص للعباس عليه السلام لا نظير له، ما في نظير في طبقته. العباس عليه السلام لا نظير له مقترنا بالحسين، والحسين أيضا في خصوصياته الكاملة أيضا لا نظير له، واحد. احنا ما عندنا شخص في تاريخ الدنيا كلها أن يكون جده معصوم وأبوه معصوم وأمه معصومة وأخوه معصوم وهو معصوم وأولاده 9 معصومين، لا يوجد هذا، ما يمكن، نسخة واحدة. زين، العباس عليه السلام في طبقته كذلك العباس نسخة واحدة مفردة ما تتكرر. كيف وصل العباس إلى هذه الدرجة من العظمة والقرب من الله عز وجل ومن الإمام عليه السلام؟ العباس عليه السلام يشرح وضعه في كربلاء، حوادث كربلاء هي يعني وإن كانت الأحداث مقتضبة لكن كثيرة أن تعكس عظمة العباس عليه السلام. العباس وقف موقف واحد وكلكم تعرفونه وتحفظونه، وفيه سر عظمة العباس عليه السلام وهذا الفداء الكبير. لما قطعت يمين العباس عليه السلام ارتجز، قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. هذا الرجز يضع يدنا على مكمن السر في عظمة العباس عليه السلام، إني أحامي أبدا عن ديني. هو لا يفدي الحسين عليه السلام كونه أخا فقط، لا، القضية الكبرى كون الإمام الحسين هو دينه، هو الإمام المفترض الطاعة. هكذا صيغة مواقف أهل البيت عليهم السلام جميعا. الآن الثائر بدم الحسين عليه السلام وهو المهدي من آل محمد، هذه القضية جدا مهمة. ليس لكون الحسين عليه السلام جده، لا، تقول له في دعاء الندبة أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، بعدين تقول أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. هو ثائر للحسين كون الحسين ضمن هذه السلسلة، زين، ثائر للإمام الحسين طالب بدمه كون الإمام الحسين عليه السلام مشعل الإمامة تنتهي إليه هذه الأنوار، هذه المسؤولية، هذا الوسام الإلهي، كون إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل. زين، هني يبين لنا إش كثر أهمية موضوع الإمامة، وأن يرتبط الإنسان بالإمامة ويرتبط بالإمام. من أجل الإمامة صارت مهمة النبي صلى الله عليه وآله هي الإنذار. أول ما بزغ فجر الإسلام الله عز وجل أمره وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال لإنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنذرهم الخطر في أن يتعدون موضوع الإمامة كما صار في الأمم السالفة، وصار الضياع وصار التحريف وصار التقهقر وصار التراجع. من الزهراء عليها السلام التي سقطت شهيدة على باب بيتها، سم الحسن مقتل الحسين،
الأئمة عليهم السلام إلى غيبة الإمام الحجة، كل ذود عن الإمامة. إيش كثر الموضوع هذا مهم. زين، هناك سؤال آخر هم يبين فيه عظمة العباس عليه السلام، وهو كيف استطاع العباس عليه السلام أن يرتجز هذا الرجز؟ إحنا أكو قضايا نمر عليها بالمقتل مرور سريع، يعني مرور الكرام، ولكن لو نتأمل العباس مقطوع إيده، اللي مقطوع إيده يقدر يرجز، يقدر يتكلم. الآن أنا قاعد أتحدث الآن بكل طلاقة، الله يجيرني ويجيركم لو شوكة زين في إيدي أو في أي مكان ما أقدر أتكلم، صحيح؟ شنو اللي خلى، ترى هذا سؤال مهم وهذا الحكي ويا الشباب، شنو اللي خلى العباس عليه السلام يرجز في قطع يده اليمنى ويرجز عند قطع يده اليسرى؟ هو حتى أصلا ترى العباس مقتول من العطش أول ما نزل المشرح، لأن مولانا الصادق عليه السلام يقول العباس لما نزل إلى المشرع كان قلبه كصالية الجمر من الظما. زين، هو عطشان وفوق هذا مقطوع اليد، شلون قدر يتكلم العباس عليه السلام؟ كيف استطاع؟ هنا درس كبير أيها الإخوة، وأريد أن تحفظون هذه الكلمة الموجزة المعتبرة الواردة في كتبنا: ما ضعف بدن عما قويت عليه نية. ما ضعف بدن شنو؟ عما قويت عليه نية. إذا كان الإنسان ممتلئا بالإيمان وبالنية الصالحة لا يمكن أن يتخلف الجسد البدن عن أداء وظيفته ومهمته. البدن، قوى البدن تتبع همة الروح، همة النية. إذا كان الإنسان صاحب نية سليمة، أقرأ لكم هذه الرواية جميلة جدا عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إنما قدر الله عون العباد على قدر نياتهم. المعونة تجي على قدر النية، أنت شلون صايغ النية، إيش كثر موضوع النية مهم. زين، فمن صحت نيته تم عون الله له. تجي المعونة بقدر نية الإنسان، ومن قصرت نيته قصر عنه العون بقدر الذي قصره. زين، إيش كثر قضية النية مهمة، أن الإنسان يكون عنده نية. إذا صار عنده نية، يقول أبو الطيب المتنبي، يقول: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الأجسام. زين، إذا كانت النفس كبيرة يقوم الجسد يتحمل. هذا درس شباب نتعلمه من العباس عليه السلام، إن الإنسان يكون عنده نية صالحة، إذا صار عنده نية صالحة يكون عنده إيمان قوي، إذا صار عنده إيمان قوي يصير صاحب قرار، مو يتلكأ في قراراته. اليوم يقرر يخلي إيده بإيد العباس، يقول: أنا بعد ما أعصي هذه المعصية، هذه المعصية اللي أنا اعتدت عليها أفتح باب جديد بيني وبينك. المرأة هذا اليوم يصير عندها قرار، توصل نيتها بنية العباس في حجابها، في عفتها، في حسن تبعلها. كثير من الناس يقرر قرار اليوم باكر ما يقدر يصمد عليه، ليش؟ ما في نية قوية، ما في نية، ما في دافع. النية هي التي تصنع الهمة. زين، كثير من الناس مو فقط فشل ديني، فشل حتى بالحياة. ما هو السبب؟ السبب أنه ليست له نية. العباس عليه السلام نيته عظيمة، إيمانه عظيم، نزل عون الله عز وجل له بمقدار نيته العظيمة.
بعد أكو نية أعظم من نية العباس وعون أكبر. شوف شوية الآن بفتح أفقكم على شيء ما أدري تلتفتون له أو لا. مو بس يقدر يقطعون إيده ويقدر يتكلم، لا، من عظمة النية ومعونة الغيب له أن يقطع رأسه ورأسه يتحدث على الرمح. هذا سيد الشهداء سلام الله عليه. شوفوا القوة. هذه الروايات سنية شيعية. زيد بن أرقم يقول مر علي رأس سيد الشهداء وهو على الرمح، فكان يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول التفت إليه قلت له: رأسك أعجب وأعجب. المنهال ابن عمرو يقول أيضا أنا سمعته يقرأ آية الكهف في دمشق، يقول: فقلت له: سيدي رأسك أعجب. قال: وأعجب من هذا قتلي وحملي. زين، الحسين عليه السلام على رأس الرمح يقرأ القرآن، يقول: فسيكفيهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يتحدث، شوفوا الهمة النية. أصلا أكو مثال عظيم، بس أنا أتصارع ويا الوقت. مثال السيدة زينب سلام الله عليها أيضا في مجلس يزيد، كانت مقتولة، ترى قتلوها بقتل أخوتها، وقتلوها بقتل حماتها، قتلوها بسبيها، قتلوها بهتك شخصيتها. زين، ولكنها وقفت بهمة تفرغ عن فم أمير المؤمنين عليه السلام، تقول لك: كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. زين، هذه زينب سلام الله عليها. كيف العباس عليه السلام استطاع أن يقوم بكل هذا الدور؟ زين، شوف تكمن عظمة العباس عليه السلام في موضوع الإمامة، أنه صار ردف لهذا المشروع الكبير، لأنه نظر إلى الحسين. كيف نظر إلى الحسين عليه السلام العباس؟ ما كانت نظرته إلى الحسين. قلت لك أنا قبل أيام، قلت لك إحنا يحدد علاقتنا بديننا أولوياتنا في الحياة. زين، النبي صلى الله عليه وآله بينما هو جالس يوم من الأيام وولده إبراهيم على فخذه الأيمن وولده الحسين على فخذه الأيسر، نزل عليه جبرائيل يقول له: الله سبحانه يقول لك: لست أجمعهما لك، اختار واحد منهم. زين، اختار إما إبراهيم أو الحسين. طبعا هاي القضية جدا عميقة وفيها كلام طويل جدا، بس أنا يعني أنقل الجزء اللي يمكن أن ينقل حتى ما أضطر أعلق وأتكلم في هالموضوع الطويل. ففكر النبي، قال: إذا مات إبراهيم أحزن أنا وتحزن ماريا أمه، وأما إذا مات الحسين تحزن فاطمة. فكان إذا رأى الحسين، شوفوا هذه عيون العباس تنظر المشهد من هذه الزاوية، فإذا نظر إلى الحسين عليه السلام يقول: فديت، النبي يقول: فديت من فديته بولدي إبراهيم. النبي يقول له: فديت من فديته بولدي إبراهيم. كيف؟ والقرآن يقول: وفديناه بذبح عظيم. وإن كان ظاهر القضية أن الذبح العظيم هو الكبش أو الوعل على مختلف التفاسير، لكن الأئمة عليهم السلام يقولون: اللي فدى إسماعيل وفدى نسل إسماعيل وفدى من في صلبه، وكان النبي في صلب إسماعيل، يقول الذبح العظيم هو الحسين عليه السلام.
الذبح العظيم. شوف لولا هذا، لو ذبح إسماعيل كان النبي ما بعث. زين يقول وفديناه بذبح عظيم. الإمام الرضا يقول هذا الذبح العظيم هو جدي الحسين. هني يمكن اللي يلتفت شوية يدقق يفهم شوية، يترقى يفهم شنو معنات حسين مني وأنا من حسين. أنا من حسين الذبح العظيم. ما في تاريخ الدنيا ولا تاريخ الأرض ذبيح أعظم من الحسين عليه السلام. شوف التاريخ كله ما في. لهذا انكسفت الشمس عند مقتله سلام الله عليه، الكون كله تغير. زين أمطرت السماء مطرا أحمر. أم عجبتم، تقول زينب، أم عجبتم أن مطرت السماء دما؟ ما رفع حجر في بيت المقدس وفي مكة إلا ووجد تحته دم عبيط، يعني طري. الكون كله بكاء. ليش؟ لأنه لا يوجد مثل الحسين عليه السلام، شخصية مفردة. هذا في عيون العباس عليه السلام يشوف هذا المقام. يقول وتلقى آدم من ربه كلمات. لما آدم شاف الأنوار، أنوار الخمسة النجباء، التفت إلى جبرائيل قال له يا جبرائيل ليش هذا النور الخامس من أشوفه ليش ينقبض قلبي وينكسر قلبي؟ قال له يا آدم، جبرائيل يقول له يا آدم هذا سبط النبي، نبي آخر الزمان، وله قصة، هذا يقتل يذبح من القفا، يذبح من القفا كما تذبح الشاة، ويعطش عطش. شوف خل خطين تحت العطش، ها، ويعطش عطش حتى يحول العطش بينه وبين السماء والدخان كالدخان، وتسبى نساؤه من بعده. زين تسبى نساؤه من بعده. العباس عليه السلام اشترك في هذا المشروع. شوفوا هذه واقعة الطفش كثر عظيمة اللي ناقلتكم انتم من بيوتكم وجايبتكم، ناقلة الدنيا كلها، كل حر وكل غيور. زين هذه واقعة كربلاء قامت على كاهل ثلاثة، على اكتاف ثلاثة، ثلاثتهم أولاد أمير المؤمنين. شوف العظمة، على كاهل الحسين وزينب، زين، وعلى كاهل قمر العشيرة العباس عليه السلام، اللي قام يوم العاشر. الحسين عليه السلام كلمه بكلام تعرف منه مهمته. زين يقول له أنت مجمع العدد، أنت العلامة من عسكري، فإذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات، عمارتنا إلى الخراب. الحسين يشوف العباس هو الجيش ماله وهو حامل الراية. زين أول صبح يوم عاشر عقد الرايات وجعل الراية بيد العباس عليه السلام. زين رايته العظمى، وجعله في القلب، وخلفه بنو هاشم سلام الله عليهم أجمعين. وبعد يقول ولو رأيته، يقول لآدم وهو ينادي وعطشاه وغربتاه. العباس صار هو ساقي العطاشة. أبوك كان لجدي مثل كونك لي. كلاكما، الحسين يعني يقول للعباس لسان حال، أبوك كان لجدي مثل كونك لي، كلاكما قصب العلياء حاويها، أبوك ساقي الورى في الحوض كوثره، وأنت أيتامنا بالطف تسقيها. أعزائي أنا أريدك الليلة تفرغ ذهنك للعباس، تتوفق يعني أن تفرغ ذهنك للعباس. المخيم فيه 122 طفل وطفلة كلهم ينادون وعطشا، ضجت المرضعات، بحيث أم الرضيع الرباب
جاءت بعبد الله الرضيع. زين، جابت بعبد الله الرضيع، جابت للسيدة زينب، قالت يا زينب سيدتي خذوا رضيعكم يموت عندكم، أنا ما أطيق أشوفه يموت عندي. أخذت زينب الرضيع وقامت تدور فيه على خيام الأنصار، خيام بني هاشم، يلا وينهم هذول اللي يوزعون ماي في المحرم، خلي يسمعوا هذا المنادي يقول هذا الماء سبيل يا عطشان، يقول اشرب العراق هناك، يقول اشرب قطرة مية والعن، الماء سبيل يا عطشان. وإذا زينب تريد قطرة ماء للطفل الرضيع، ما عندكم قطرة الماء؟ لا، جفت الأواني والقدور. سكينة قالت، لأن سكينة ترى خليصته يعني ويا عبد الله الرضيع، هي بنت الرباب هي والرضيع، قالت عم زينب أعطيني الرضيع أنا أتصرف، هذا أخوي أنا أقوم بالمهمة. وين راحت؟ كان العباس عليه السلام واقف على أبواب المخيم، وكانت السهام تختلف عليه كرشق المطر. مرة واحدة وإذا العباس شاف بنية تمشي له من قرن إلى قدم، السواد عليها متسترة، قال لها ارجعي يا أمة الله. هي ما ترجع، ارجعي السهام تختلف علي، ما ترجع. إلى أن وصلت إليه كشفت عن وجهها، قالت يا عم أنا سكينة. شايلة تحت عبائتها شيء، كشفت وإذا عبد الله الرضيع، وقالت كلمة واحدة، إذا سامع الوعد، الوعد دائما الخطباء يقولون الوعد، هذا الوعد. كشفت عن عبد الله الرضيع، قالت عم يا أبا الفضل أيموت هذا الرضيع عطشا وأيديكم على مقابض سيوفكم؟ قال لها سكينة ارجعي إلى الخيمة أنا آتيك بالماء. ورجعت سكينة مأمنة، تقول له للرضيع ايش تقول له؟ تقول له العباس ما يخلف وعد، هذا باب الحوائج. يقول وهناك خف إلى الحسين، والله ما أدري شلون أقرأ مصرعك يا أبا الفضل، خف إلى الحسين يستأذن، ها؟ قال له أريد أن أعتد بعدتي وأملأ لهؤلاء الأطفال قربتي، فإنهم ينادون وعطشا. قال للحسين ها أبا الفضل أنت معازم تخليني؟ إذا قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات، عمارتنا إلى الخراب. صحيح الليلة سابع يا جماعة، الليلة سابع. قال له يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني، يا بس لسانه وشوفته والله شعبتني، وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تجذب الونة والرضيع يدير عينه. هلت مدامع حي أخويا ووقفت حذاي، شوف شي يقول من العطية، هلت مدامع حي أخويا ووقفت حذاي ترتعش. ليش سكينة ترتعش؟ لأنها يهم عطشانة، ترتعش وتقول لي يا عم تفطر حشاي، أنا مدة ثلاثة أيام والله ما ضقت ماي، وإحنا يا أخويا الموت لازم واردين. يا حسين رخصني أنا لهاليوم مذخور، لازم بالمطهم أدوس خدود وصدور. جاوبني أنت، تدري بهالتربة وتدري اليوم عاشو؟ قال له أبو فاضل أنا ما أأذن لك تقاتل،
ما تقاتل، تشيل القربة بيمينك وتحمل السيف باليسار، ها ما أذلك، بس جيب الماي للصبية للأطفال. قال على عيوني يا أبا عبد الله. وطلع العباس سلام الله عليه، تسمع بس رنين السيف بالطاس، وما هو قرومها بالخيل تنداز، ثلاث تنعام بالميدان عباس. كشف 4000 فارس أبو فاضل ونزل إلى المشرعة. يقول أبو الحب هذا أعظم مشاهد الطف أو من أعظمها. يقول سل الشريعة عنه مثتمن لكها، هل ذاق للماء طعما وهو غارفه، اقترف غرفة من الماء. أقول اتذكر عطش الحسين، حاشاه ينسى عطش الحسين. صاح يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ويلي ويلي شلون اشرب واخويا حسين عار. وين ما قاعد هذه كلكم حافظينها، عليك العباس هو هو ابو فاضل. شلون اشرب واخويا حسين عار وسكنا والحرام واطفال رضع وظن قلب العليل التهاب نيرة وظن موت قرب والعمر قصر. ملأ القربة خرج بها يعدو. الكلام من الآن وصاعد، وياك يا صاحب الزمان أنت المعزى بعمك العباس. خرج بالقربة يعدو، صاح ابن سعد من هذا الذي خرج من المشرعة؟ جاوب العباس إني أنا العباس أعدو بالسقاء، ولا أخاف الموت يوم الملتقى، بل أفري الهام وألوي العنق، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى. لكن العباس ما اخترق الجموع، ليش؟ خاف على القربة. وين راح؟ راح من جهة النخيل. وهناك أيها المحبين، يا شيعة أمير المؤمنين، يا شيعة الحسين، كمن له جماعة من وراء نخله، بينما هو ينساب كما ينساب الصقر، إذ أقبل له حكيم بن الطفيل وأعانه ابن الرقاد الجهني وضربه على يمينه فقطعها. صاح والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. مولانا العباس أخذ القربة بشماله، ضم اللواء بزنده، إذ كمن له الملعون مرة أخرى وضربه على شماله فقطعها. رحم الله من نادى وعباسا. صاح يا رب لا ترضى عن الكفار، فقد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. العباس عليه السلام واقف لا يمين ولا شمال، جعل العلم يميل، اللواء يميل يمنة ويسرى، والصوت إلى جهة الحسين، قطعوا العدة جفوفي يا أخويا والعلم مال. بالعجل جيب البيرقك يا حسين شيال، والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود، ما يطيح حتى يطيح أخوك بضربة عمود. العباس على تلك الحالة إذ جاءه سهم ووقع على رقبته، فقال الحمد لله الذي جعل رقبتي فداء لقربتي. بينما هو كذلك إذ جاءه سهم ووقع على القربة،
فلما أريق الماء القربة تحير أبو الفضل العباس إجاه السهام للجربة وفراه بعد أكو موضوع يأذي الزهرة، يأذي الزهرة، أكو خطباء يقولون الزهرة تقول لا تذكرون سهم العينها، فأقبل إليه سهم ووقع على عيني. أقبل إليه الملعون لما جاءه السهم ووقع في عينه، انحنى أبو الفضل على قربوس السرج حتى يخرج السهم بين ركبتيه. يا شيعة الزهراء، يا شيعة أمير المؤمنين، فهوت عمامته، الخوذة الخوذة طاحت على الأرض. فأقبل إليه الملعون قال يا أبا الفضل أين يداك؟ لم لا تقاتل؟ قال يا عدو الله أين كنت حينما كانت يدي سالمة؟ فغضب الملعون وكان بيده عمود من حديد. يلا الصرخة الصرخة. فضرب العباس على راسه. الشيخ اليعقوبي وهو من خطباء النجف يقول رأيت العباس عليه السلام في عالم الرؤيا، يقول لي أنت لماذا لا تذكر مصيبتي؟ قلت له أنا في كل سنة أقرأ مصيبتك في ليلة السابع. قال لا، مصيبتي اللي أحب توصلها الناس أن الفارس إذا سقط من على متن جواده يتلقى الأرض بيده. العباس لا يمين ولا شمال، فهوى وهوى على وجهه. وأول مرة يصيح أخي 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 أدرك أخاك. خرج إليه الحسين مناديا الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. أحس العباس أن فارس يحرك رأسه. قال أيها الفارس أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي أنظر إليه قبل الفراق. أن الحسين أنه تحنت منها أضلاعه، صاح أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين. هني العباس كان يون أبو فاضل. ليش يون؟ قال لي يا نور العين شل يمشيدك؟ ليش تون يا أبا الفضل؟ سهم اللي ذيب العين لو قطعت ايدك. قال لا يا ابا عبد الله، لا قطعت الجفين لا سهم عيني، سبي الحرم يا حسين. سبي الحرم يا حسين هيج ونيني. يلا هذه اللقطة الأخيرة لأرباب الحوائج، إذا عندك حاجة أضمرها الآن. بينما الحسين يكلم العباس والعباس يكلم الحسين، إذ خفت صوت العباس وتدلت رقبته على يد الحسين وشهق شهقا وفاضت روحه الدنيا.
يقول قام راجع للمخيم والحرم ترقب مجيه، والمراضع بشرت رضعانها بقطرة مي، ولاح ليها حسين وحده وقلطت للهاشمية تقول له سردالك وين يا خويا طيحته والبيرق وين. يقول الحسين وقف على أبواب المخيم، يقول المقرم في المقتل يكفكف دموعه بمنديل كان في يده، يكفكف دموعه بمنديل كان في يده، إلى أن جاءت له السيدة زينب تسأله ها شلون جاوبها الحسين. أول ما شافت وجه الحسين زينب صاحت واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. اللي أذي وين اللي أذي؟ الرواية تقول أن الحسين قال واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. جاوبني يا ليث الغاب جاوبني، أريدك تلطم وتبكي على العباس. جاوبني يا ليث الغاب جاوبني، وقع حملي وصار في الدهر شيبني، من غيرك يونس وحشة عيالي، يا سقاي من يرويهم أطفالي، قواض من رحيت صيوان العالي، حاتفني زماني بيك وانشبني. يقول له يا عضيدي زاد معروفك، أنا ودي يا خويا اجمع حني جفوفك، ودي قبل موتك زينب تشوفك، وحدي بس أريد عنك تطالبني، لوني شدت شقيلها مزق وجوده، لو انصابت عيونه وطارت زنود، وعن راسك اخبرها وعن عموده، واطفالي وعطشهم ذاك شيبني. يقول ما رد الجواب وغربت عينه، وما توقع مبو السجاد من حين رجع لمخيمة وتلقى تسكينة، رجع لمخيمة وتلقى تسكينة، تقيل له وين عمي العطش عطبني. يقيل هلا تنشديني يذوب حشر،
برده ظهري ويسرتي ويمنا سكينة وين الماي راح اللي يجيب الماي ولن زينب تصيحي شلون سيبني سيبني وانا بذمت طلعت وياه سيبني وانا بذمته طلعت وياه وبعايل يتامى واقفة وتنا واقول انطيف لاخوه حسين ما ينسى ومن كل الظنون الدهر خيبني بيت الدعاء ألف يا حي في دهري خيب ظنوني تجيبوني وبالغربة تضيعوني على الوليان صب دمع يا عيوني من قبل المشي بالدهر شيب صح واي 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 وما يفيد الأسف بالواي 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 ولا شكل غير رب العرش بالواي بلواي يا ابو فاضل يا ابو فاضل انا محتار بلواي تنكس وانهدم بيتي هي علي يا الله اللهم إني أسألك وأدعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج وسهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المستشهدين بين يديه من أوصان الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضها لهم جميعا يا الله اشف مرضانا وتقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسس بأحسن القبول وإلى روحه وإلى من مات على الإيمان وإلى أمواتكم جميعا نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.